أعلن ديوان الزكاة بولاية الجضارف عن دعم مقدر من الأمانة العامة للديوان لعدد من المشروعات الخدمية التنموية بالولاية، حيث بلغ دعم الديوان خلال 6 أشهر الماضية مبلغ 32 مليون جنيه تم صرفها على مشروع مياه ولاية الجضارف ومحطة الأكسجين بمستشفى الجضارف التعليمي. وقال الهادي محمد أحمد أمين ديوان الزكاة المكلف بولاية الجضارف، قال إن الديوان يولي عناية خاصة لمشروع الحل الجذري لمشكلة مياه مدينة الجضارف، إضافة إلى دعم مياه الشرب على طول قرى الشريط الحدودي، ما تمثله تلك المناطق من أهمية استراتيجية واقتصادية. وأضاف الهادي إن الديوان سلم دعمه لنفرة تشييد محطة الأكسجين بمستشفى الجضارف، والذي بلغ 3 مليون تم تسليمها للمبادرة الشعبية لتأهيل مستشفى الحوادث بالجضارف. في ما يلي المشروعات، فقد بلغت إجمالي المشروعات حوالي 32 مليون جنيه، والحمد لله يعني في اهتمام كبير جدا من الأخ الأمين العام لديوان الزكاة بمشروعات نوعية نفذ منها بعض ووعد وعد قاطع على تنفيذ الباقي، منها مشروع الأكسجين مستشفى الجضارف، قد دعمنا الأخ الأمين العام بمبلغ 3 مليون 300 ألف، وقد تم تسليم الأخوان في لجنة مستشفى الطوارئ الجضارف. كذلك دعم محطة مياه القدمبلية بمبلغ 2 مليون جنيه، وله اهتمام خاص بمياه الجضارف وإن شاء الله وعد أنه يدعمه، كذلك اهتمام خاص جدا بمياه الشريط الحدودي، وأولى هذا الأمر اهتمامه الكبير جدا